احنا عفوا. كل شيء وصلنا خبر مثل وصلك للناس. رئيس الحكومه بعت وزير الصحه استنفر المستشفيات وهيئه الاغاثه وهذا كل شيء لحد هلا، وعلقنا اجتماعات مجلس وزراء. يعني ما ناقشته بالموازنه اليوم؟ بلا، ناقشنا 25 بند من اصل 50. خلصنا النص. اوكي، فاذا فينا نقول انه انتهت هيدي الجلسه، جلسه مجلس الوزراء اللي كان من المفترض بان طول ويتم نقاش كل بنود الموازنه. حد هلا بحسب ما اكد الوزراء بانه نص البنود تم نقاشها، الا انه اختراق الاسرائيلي للاجهزه اللاسلكيه الموجوده بيد عناصر حزب الله اليوم استجد على طاوله مجلس الوزراء. عم نحكي عن اكثر من 1000 اصابه اليوم، اصوات الاسعافات مثل ما عم نشوف، زحمه سير خانقة بمختلف المناطق أو بكل شوارع بيروت اليوم. كيف رح تعلق الحكومة على ما حصل، وهل سيكون هناك موقف ربما أو ماذا سيكشف وزير الاتصالات جوني الكرم؟ خلينا نستمع معاليك شو صار بموضوع الإسعافات، المستشفيات ما عم تقدر أن تساع المصابين، شو الموقف الحكومي اليوم؟ طبعا صدر بيان استنكار وشجب لهذا العمل الإجرامي وأصابع موجهة لإسرائيل أكيد. شو تبين؟ بس يعني هذه فاجعة، عفوا فوق 1000 إصابة. ممكن بس نرجع نشرح للرأي العام بحسب ما قلت أنه أنتم بحاجة بعد لتجمعوا معلومات أكثر، ولكن شو آخر المعلومات اللي وصلتكم؟ أنا بعد لهلأ كنت بالجلسة، ما قدرت اتواصلت مع حدا من الوزارة، يعني تفاصيل هالجهاز بعد ما عندي شو هو تفاصيله. اللي عرفنا انه هيدا بيجر، وهيدا البيجر في بقلبه بطارية، والبطارية حميت يعني فيها تحكم عن بعد، حميت البطارية وبعدين فقعت البطارية. هذا اللي بعرفه، أكثر من هيك هلأ بالوقت الحاضر بدنا نجمع معلومات من وزارة الاتصالات لنشوف إذا هذا الجهاز بنعرف شو هو وإذا فات عن طريق وزارة الاتصالات، وبنرجع نحكي بالموضوع. شحنة وصلت لحزب الله، شحنة كبيرة يبدو 1200 شخص مصاب. ما عندي أي تفاصيل عن هالموضوع، بس كأنه فهمت أنه شحنة، شهد الشحنة واصلة مؤخرا مش من زمان. وبتأكد أنه بطارية الليثيوم؟ بأكد انه هيك عرفت بمجلس وزراء اللي انحكى انه هيدي بطارية حميت. هلأ بنعرف اذا تغيرت المعطيات. برجع بقول انا ما حكيت مع حدا بوزارة الاتصالات وما عندي تفاصيل اكتر من اللي سمعتهم هلأ بمجلس وزراء، يعني من الوزارة بعد ما عندي تفاصيل. يكون في مؤتمر تشرحوا فيه اكتر للمواطنين خاصة اللي فزعانين من موضوع الاتصالات؟ اكيد نحن اذا عرفنا تفاصيل هالجهاز هيدا اكتر رح نوضح شو الموضوع. فإذا مثل ما عم نشوف هيدي المعلومات يعني الضئيلة فينا نقول بيد وزير الاتصالات، واللي واضح اليوم بأنه بده يطلع أكثر على اليوم مصدر هذه الشحنة وكيف تمت عملية التفخيخ. مثل ما عم بيقول الواضح أن هي بطارية ليثيوم وتم أو حميت بطبيعة الحال، ولما حميت طبعا أدت إلى كل هذه الإصابات. الإصابات كبيرة حتى هذه الساعة، 1200 إصابة منتشرين بمختلف المستشفيات اللبنانية. وكان قد طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من وزير الصحة في رأس الأبيض التوجه فورا إلى المستشفيات، وبدوره كان قد طلب من كل الكوادر الصحية الاستعجال والوصول إلى المستشفيات ليتمكنوا من عمل اللازم مع كل هذه الإصابات والابتعاد أيضا عن الأجهزة. هذا الجهاز اليوم ممكن أنه يكون بحوزة أيضا الأطباء، ولذلك طلب وزير الصحة بأنه كل الأطباء يبتعدوا عن هذا الجهاز. ولكن بحسب المعلومات من المفترض أو من بحسب المعلومات الأخيرة وليست المؤكدة بأنه هيدي الشحنة كانت قد وصلت إلى حزب الله مؤخرا، وبالتالي يبدو بأنه اليوم تم يعني هذه العملية وعملية الاختراق
العراق وهو الأول من نوعه في لبنان. بدي أشير إلى أنه مش بس عناصر لحزب الله هن اللي انصابوا اليوم، كمان عناصر لحزب الله موجودين بخارج لبنان بسوريا، وبحسب ما علمنا أيضا بأنه السفير الإيراني في لبنان إصابته طفيفة أيضا، هو تأثر يعني جراء انفجار هذا الجهاز اللي كان على مقربة منه. طبعا هناك حالة استنكار واسعة من قبل الحكومة، ونحن بانتظار خروج وزير الإعلام للتصريح في هذا الإطار، مثل ما عم نشوف أو عم نسمع بمحيط السراي الحكومي حيث نتواجد سيارات الإسعاف وأصوات اللي يعني امتلأت شوارع بيروت، المستشفيات أيضا ما عم تقدر تساع أعداد الإصابات. بالبيان الأخير لوزارة الصحة بحسب ما أكد لنا أو بحسب ما صدر عن وزارة الصحة، طبعا نظرا للبيانات الكبيرة، خلينا بس نشوف وزارة الصحة والوزير فراس الأبيض كان قد في بيان عاجل تعقيبا للأعداد الكبيرة للإصابات التي تم تسجيلها بعد ظهر اليوم، تطلب وزارة الصحة العامة من جميع العاملين الصحيين التوجه بشكل عاجل إلى أماكن عملهم لكي يسهموا في تقديم العلاجات الطارئة للأعداد الكبيرة من المصابين الذين يتم نقلهم إلى المستشفيات. كذلك تطلب الوزارة من المواطنين الذين يتجمعون على الطرقات إفساح المجال لسيارات الإسعاف للتنقل بسرعة ونقل المصابين، ووجه نداء للتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني للتبرع بالدم تحسبا للحاجة التي يمكن أن تطرأ بطبيعة الحال على وأيضا وحدات الدم للجرحى وللمصابين. وتهم الوزارة أن تؤكد على جميع المستشفيات ضرورة استقبال الجرحى وتأمين علاجهم السريع على نفقة الوزارة. وزير الصحة أيضا فراس الأبيض كان قد حدد موعد عند الساعة 6:30، يعني بعد حوالي النصف ساعة سيكون هناك مؤتمر صحافي في وزارة الصحة للوقوف عند كل التطورات وتداعيات الصحية للحدث اللي طرأ بعد ظهر هذا اليوم وسجل بنتيجته العديد من الإصابات في صفوف المواطنين اللبنانيين، عم نحكي عن 1200 إصابة حتى هذه الساعة. مدير مستشفى أوتيل جو ورئيس الصليب الأحمر بشير إلى أنه هناك 40 حالة بمستشفى أوتيل جو، أيضا بمستشفى صيدا، كل مستشفيات الجنوب باتت ممتلئة من النبطية، وأيضا أغلبية المستشفيات. نحن أكيد رح نعود لكم ببث